رئيس الدولة ينظر إلى عمال مصر. فخلونا ناخد معانا على التليفون دكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامل وكل ايه؟ السادة مشاهدين، كل سنة وانت طيب. طيبين وبخير يا وانت بالصحة والسلام. دكتور، كيف رأيت كلام الرئيس او قراراته متعلقة بالحد الادنى للعاملين بالقطاع الخاص؟ وزي ما انا كنت بقول كده ما بين قوسين، ده لاول مرة من سنين. طبعا احنا بنتكلم على قرار مهم جدا، لان زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يمكن العاملين في القطاع الخاص طبعا كانت المشكلة الاساسية ان الدولة بتتحكم في منظومة الأجور للعاملين بيها، العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمعنى إن لما يحصل حوافز، يحصل زيادة في مستويات الأجور، يحصل تعديل للحد الأدنى للأجور، ده كله كان بيبقى الأمور سهلة لأن الدولة بتتحكم فيما تملكه، لكن إن يحصل التنسيق ما بين الدولة ومؤسساتها وما بين القطاع الخاص، وبالأخص كمان في ظروف صعبة بيمر بيها العالم كله من ارتفاعات في معدلات التضخم، فبالتالي ان احنا نوصل لتعديل للحد الادنى للاجور وان يتم تعميمه على مستوى الدولة في القطاعي العام والخاص، ده جزء مهم جدا هيساعد اكيد الاسر المصرية ان هي تواجه الارتفاعات اللي بتحصل في معدلات التضخم وارتفاعات الاسعار، واللي احنا يمكن تابعينه للاسف الشديد على مستوى العالم كله، بدايه حتى من الاقتصادات الكبرى، الولايات المتحده الامريكيه ومنطقه اليورو وكافه دول العالم بتعاني بشكل واضح. فبالتالي الدوله مع قرار مهم زي دوت ان يتم الوصول لحد ادنى للاجور، اكيد ده بينعكس بشكل ايجابي على مستويات المعيشه بالنسبه للمصريين. احنا عندنا يمكن قوه العمل في مصر ما يقرب من حوالي 30 مليون عامل ما بين قطاعي العام والخاص، فبالتالي احنا بنتحدث عن جزء كبير جدا من المصريين هيستفيدوا طبعا من هذا القرار. اعتقد انه عدد حتى العاملين في القطاعات او القطاع الخاص تحديدا اكتر من العاملين في القطاع العام، يعني القطاع العام اظن حجمه يصل الى تقريبا 6 او 7 مليون ما بين عامل وموظف، فالبقيه قطاع خاص. العمالة كلها طبعا يعني بتبقى في القطاع الخاص، احنا بنتكلم القطاع العام او الجهاز الاداري للدوله، احنا بنتكلم عن حوالي 6 مليون موظف، لكن باقي قوه العمل هي في القطاع الخاص، فبالتالي احنا بنضمن بشكل كبير ان هذا التعديل يستفيد منه كافه العاملين في الدوله، بدل ما كانت القرارات ممكن هي تصب في مصلحه جزء قليل جدا من العماله اللي هم بيتعدل مستويات اجورهم او بيحصلوا على الحد الادنى للاجور، لا احنا بنتحدث او بنضمن ان ازاي ان اكبر شريحه ممكنه تقدر ان هي تستفيد من هذا الامر، لان برضه نراعي ان كتير من العاملين في القطاع الخاص وبيبقى في جزء كبير من اصحاب الاعمال اللي هي بيبقى المقابل بتاعها مخفض بعض الشيء، وكانوا دايما حتى حديثهم ان طب العاملين في الجهاز الاداري للدوله استفادوا من تعديل الحد الادنى للاجور، طب انت احنا كمان نقدر نستفيد، ما احنا برضه في الاول وفي الاخر مستهلكين وممكن يكون بيصدنا ارتفاعات الاسعار وارتفاعات في التكاليف المعيشه، فبالتالي جزء مهم جدا الدوله يكون عندها اصرار على ضمان تحسين لمستوى المعيشه، وفي نفس الوقت يبقى ده تنسيق واضح على القطاع الخاص، وانا باكد على موضوع التنسيق ده ان الموضوع مش مرتبط بالزام على قد ما هو نوع من انواع الحوار اللي ما بين الدوله وما بين القطاع الخاص عشان نضمن التحسن لمستوى المعيشه بالنسبه للجميع، لان هي مش قرارات الغرض منها يعني نوع من انواع ما هياش ضغط على المستثمر او ان احنا يعني بنضغط على القطاع الخاص، لكن صحيح. هي اجراء يستفيد منه جميعا. طيب هنا انا ده لو يعني يصححني لو انا غلطان اقدر اربطه بكلام الرئيس يوم فطار الاسره المصريه لما قال بالتحديد احنا خلال الايام القادمه سوف تكون هناك حزمه اخرى من الاجراءات الاجتماعيه اللي من شانها انها بشكل او باخر تخلق انتعاش اكتر عند الناس، ومن ناحيه تانية تخفف من وطأة الحمل الاقتصادي على الأسر المصرية. هل أقدر أعتبر هذا القرار هو جزء من هذه الحزمة اللي اتكلم عليها الرئيس؟ ازاي ان احنا نوصل لمجموعة من القرارات الكل يستفيد منها؟ لو حضرتك أخدت بالك قبل الجزء كمان حتى المرتبط بالحماية الاجتماعية كان في جزء مهم جدا للقطاع الخاص مرتبط بحزمة من الاستثمارات مظبوط بحوالي 10 مليار دولار
سنويا على مدار 4 سنوات بنتحدث عن استثمارات بحوالي 40 مليار دولار. انا دلوقتي بخلي المستثمر يقدر ان هو يتوسع في استثماراته، بقدم فرص استثماريه واعده، بقدر ان انا اخليه ببساطه كده او بمعنى بسيط ان هو يكسب. فبالتالي لما اجي على الجانب الاخر ويبقى فيه جزء مرتبط بان هو بيزود الاجور، فهو لما يكسب هيقدر ان هو كمان يتوسع في زياده الانفاق بالنسبه لمنظومه الاجور. ده جزء. الجزء الثاني ازاي ان الدوله بتستكمل في برامج حمايه اجتماعيه مهمه جدا في الوقت الراهن، سواء جزء مرتبط بالتعديل وزياده في منظومه الاجور واللي احنا مستمرين فيها على مدار السنوات، وفي نفس الوقت الجزء الاخر المرتبط طبعا بالجانب المعاشات اللي الدوله برضه يمكن بذلت فيه جهد كبير جدا وقدرت ان هي تعدل بشكل واضح من منظومه المعاشات. احنا بنتكلم عن اكثر من حوالي 10 مليون صاحب معاش، فبالتالي ده كمان كان جزء مهم جدا طبعا ان الدوله تتحرك عليه. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم. الف 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 شكر.